بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم النيرات، والمفردة القرآنية التي سنسعى جاهدين إن شاء الله في أن نأخذ من سناها معرفيا وإيمانيا وتاريخيا وأدبيا على ما مضت به سنن البرنامج من قبل، هي لفظة البشارة. ودعونا نحرر هذا اللفظ لغويا قبل أن نأتي على البشارة في القرآن الكريم. الرب تبارك وتعالى جعل لبني آدم في قضية بشرتهم ما لغيرهم من الدواب، ذلك أن جلود الحيوانات جاءت مغطاة إما بصوف أو شعر أو وبر، أما جلود بني آدم فقد جعلها الله جل وعلا ظاهرة، فالشعر الذي عليها لا يعتد به ولا يحجب رؤيتها. كيف، ما العلاقة ما بين هذا وما بين البشارة؟ الإنسان إذا تلقى البشارة سرى الدم في وجهه كما يسري الماء في الشجر، ولهذا يقال انبلجت أسارير وجهه. ودل الخطاب القرآني على أن كلمة بشر في مفردتها يتساوى فيها الناس جميعا، فهي أصل مشترك بين بني آدم جميعا، بدليل أن الله قال: قل إنما أنا بشر مثلكم، فأنا وأنتم في البشرية سواء. فإذا كان النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه قال، أمره الله أن يقول إنما أنا بشر مثلكم، دل على أن البشرية الناس فيها جميعا. ثم انظر كيف جاء التفضيل، قال الله جل وعلا: يوحى إلي، فالوحي به فضلت، فالوحي به فضلت، والنبوة بها علوت، والرسالة بها سموت، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا تحرر هذا ننتقل إلى البشارة. البشارة خبر صادق يحمل الفرح، يتلقاه الإنسان فيسري الدم في وجهه، هذا الأصل، فتنبلج أساريره فسمي بشارة. جاءت في القرآن على أضرب عدة. نأتي أولا البشارة لرسول الله. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تزوج سارة، وكانت من أجمل نساء العالمين، ومكث معها دهرا لا تنجب. ثم إنه في سفر له تعرض له أحد الطغاة، فعمد إلى سارة يريد أن يدخل عليها، فلاذت سارة بالدعاء وإبراهيم بالصلاة، فمنع الطاغية من أن يصل إلى سارة مرات ثلاث. فلما خرجت من عنده قال الملك لحاشيته: أتيتوني بشيطانة ولم تأتوني بامرأة. وكان في قلب هذا الملك شيء من التعلق بسارة، فلما حرم أن يصل إليها بقدر الله أراد أن يحسن إليها، فأهداها جارية يقال لها هاجر، أخدمها هاجر. فخرجت سارة من عنده وإبراهيم في صلاته. الآن تنازع إبراهيم وهو في الصلاة أمران: حرصه أن يرى ما الذي حصل لزوجته، ووقوفه بين يدي ربه، فأشار إليها وهو في الصلاة مهيم، يعني ماذا حدث، فطمأنته، فلما فرغ من صلاته أخبرته الخبر. فبقيت سارة لا تنجب، فحملت هاجر، فغارت سارة، مما اضطر به إبراهيم أن يحمل هاجر إلى مكة بأمر الله. في تلك الحقبة اتخذت هاجر المنطق، المنطق شيء تضعه المرأة على وسطها تعقده حتى تخف وطأة قدمها على الأرض. من هذا نجم أن سارة عندما تبحث عن هاجر لا تكاد ترى لها أثرا. ثم قلنا إن هاجر نقلت إلى مكة بأمر من الله مع ابنها إسماعيل. بقيت سارة بلا ذرية، فأصبح إبراهيم يتضرع وسارة تتضرع. فلما أن كتب الله لسارة أن تحمل، وهذا موضوع الشاهد، نزلت الملائكة بالبشارة لإبراهيم، قال أصدق القائلين: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى.
فهؤلاء الملائكة الثلاثة إسرافيل وجبريل وميكال حملوا البشرى لإبراهيم، لكنهم في أول الأمر أخفوا حالهم، فدخلوا عليه على أنهم أضياف، قدم لهم الطعام، امتنعوا عن الأكل. قال ربنا: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. موضوع الشاهد فبشرناها. نحن نتكلم عن البشارة، وقع البشارة على الإنسان محمود، لذلك العاقل يحملها إلى الغير ولا يقبل غالبا أن يؤثر بها غيره. ولهذا نزلت الملائكة بالبشرى لخليل الله جل وعلا إبراهيم. قال ربنا: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه بشارة إبراهيم، ولا نريد أن نفصل فيها أكثر من غيرها، ننتقل إلى غيرها. يعقوب عليه السلام تعلق قلبه بيوسف، وظهر ذلك جليا في معاملته، فتآمر إخوة يوسف على يوسف حتى أخرجوه عن حيز أبيه: يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين، في قصة شهيرة معروفة. ففقد يعقوب يوسف، ثم كان أن خرج من عنده بنيامين، فلما خرج من عنده بنيامين أصبح قد فقد اثنين، يوسف وبنيامين. ثم إن الأخ الثالث الكبير استحيا من أبيه، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فأصبح يعقوب لا يعاني فقط من فقد يوسف، يعاني من فقد يوسف وبنيامين ورحيل، على القول أنه الأخ الأكبر. لما فقدهم الثلاثة على الجانب الآخر في أرض مصر، كشف يوسف اللثام عن شخصيته، قال: أنا يوسف وهذا أخي. ثم نزع القميص فتلقفه الأخ الأكبر، لأنه على ما ذكروا في أول أيام الدهر في خبر يعقوب، كان هو الذي دخل على يعقوب بالقميص ملطخا بالدماء يوم أن قال الله: وجاء على قميصه بدم كذب. فحمل البشارة إلى أبيه. قال أصدق القائلين: فلما أن جاء البشير أي المبشر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فتأمل فرح يعقوب عليه الصلاة والسلام بقميص ابنه، وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وأول مفروح به غاية الحزن. فلا تيأسا فالله ملك يوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن. هذا خبر البشارة ليوسف. لكن القرآن يعلمنا أن الفطرة إذا انتكست عياذا بالله، فإنه كما يفرح المؤمنون الأتقياء بعظيم البشائر من الله، ربما إذا انتكست الفطرة يفرح من انتكست فطرته بما حرم الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. مثاله قال الله جل وعلا عن قوم لوط: وجاء أهل المدينة يستبشرون، عياذا بالله، ينادي بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا بفاحشة منكرة وعمل محرم وجرم عظم الله جل وعلا شأنه. وجاء أهل المدينة يستبشرون، وفيه دلالة على أن الفطر أحيانا تنتكس، فإذا انتكست الفطرة خلى العقل من التفكير. فكل الأنبياء والرسل أخذوا مع قومهم في جدال: يا صالح ائتنا بما تعدنا. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. إلا قوم لوط لم يقع بينهم وبين نبيهم لوط جدال، لأنهم لا عقول لهم، لا يعترفون بالتحاور أصلا. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا سقنا حتى تعتدل الكفة، ويعلم الإنسان أنه ينبغي أن تطوى نفسه على سريرة حسنة. أسأل الله لنا ولكم العافية. من البشائر التي جاءت في القرآن الغيث، المطر، فإن الديار إذا أجدبت حنت النفوس إلى الماء لما فطر الله جل وعلا عليه العباد من تعلقهم بالماء تعلقا دنيويا محضا، فجعل الله الرياح تحمل البشرى، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور.
فحمل الرياح للسحاب هذا بشرى بين يدي رحمة الله جل وعلا، ورحمة الله جل وعلا بالغيث من أعظم رحماته، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. على وجه آخر تأتي البشارات في غير الماء لأهل الطاعات، وهذه بشارة برحمة مخصوصة. قال الله جل وعلا في الزمر: فبشر عباد، أي عباد يا رب؟ جاء البيان بعدها: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لكن البشارة هنا لم ينص القرآن على ما هي، وإغفالها هنا دليل عظمتها. فأعظم البشارات التثبيت حين المضي على الصراط، وبقاء النور حين يطفأ نور أهل النفاق وأهل الإشراك، ثم دخول الجنة، ثم رؤية وجه الله جل وعلا. قال أصدق القائلين: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فأمر الله نبيه أن يبشر عباده، ثم نعت الله أولئك العباد بأنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. البشرى قلنا ينبغي للمؤمن قدر الإمكان أن يحملها، كما ذلك الصحابي الذي حمل البشرى لكعب بن مالك وهو على سطح منزله، فأعطاه كعب ثوبه ثم استعار كعب ثوبا يرتديه ليغدو على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن أن يقال حول البشارة في كلام الله. رزقنا الله وإياكم البشرى منه في الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول مرارا هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.